أعزائي المشاهدين متابعي قناة بي إن سبورتس في كل مكان، ورحب بكم في هذا الموعد المتجدد مع برنامج أبطال أفريقيا، والذي سنسلط عليه الضوء من خلال الأسبوع الثاني لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا، كذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومتابعة لآخر النتائج التي تهم خاصة الفرق العربية وما أكثرها المشاركة في هاتين المسابقتين. ورحب بداية بضيوف هذا الأستوديو، أبدأ بالجهة اليمنى بهيثم فاروق لاعب السابق للزمالك والمنتخب المصري. مساء الخير. مساء الخير بديع، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. ورحب كذلك بمن يجلس على الجانب الأيسر، أبدأ بعبد العالي ريدير المدرب الجزائري والمحلل الفني لقناة بين سبورتس. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك أخوي بديع. سعيد كذلك بتواجد حسام حاج علي نجم الإفريقي والمنتخب التونسي السابق. مساء الخير. مساء الخير بديع. نبدأ كما تعودنا بالمسابقة الثانية من حيث القيمة في أفريقيا، كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تلقى اهتمام كبير بالنظر للمشاركة التي تشهدها المسابقة من جانب أعتى وأقوى الفرق الأفريقية. نتحدث عن الأهلي والزمالك من مصر، عن النجم والترجي والصفاقسي من تونس، خاصة إضافة إلى أندية أخرى مشاركة في هذه المسابقة. قبل أن ننطلق في الحديث عن مباريات القمة، عن قمة الترجي والنجم، عن فوز الزمالك خارج الديار، عن النقطة الثمينة التي عاد بها الأهلي من مالي تحديدا، هذه قراءة لهذه الجولة الثانية من خلال تقرير الزميل شفيق العلي ليتابع. في ثاني جولات كأس الاتحاد الإفريقي لم يتمكن النادي الصفاقسي من استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الإطاحة بضيفه ليوبار الكونغولي، وذلك في منافسات المجموعة الثانية. المباراة لم تكن سهلة على رجال المدرب باولو دوراتي، فقبل دقائق من نهاية الشوط الأول تمكن الضيوف من تسجيل هدف السابق. رد أصحاب الأرض جاء في الشوط الثاني عن طريق علي معلول الذي تمكن من تعديل النتيجة، والتي ظلت على حالها لغاية نهاية المباراة. نحن في فترة الآن لا حلول فيها، وكما رأيتم لعبنا بالإمكانيات المتواجدة، فريق لعب بالقلب والكل أعطى كل ما لديه جسديا، وكنا جميعنا كذلك جمعين، ولكن لم يكن هناك جاهزين. الممثل العربي الثاني في هذه المجموعة الزمالك المصري حقق الأهم أمام أورلاندو بايرتس، حيث تمكن من العودة بالزاد كاملا من جنوب إفريقيا بعد فوزه بهدفين لواحد، ليرفع بذلك الزمالك رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة. أما أورلاندو بايرتس فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني. الفرقة والمدرب أدينا النهاردة أداء كبير الحمد لله. أنا بشكر ربنا وبشكر زمايلي، فالحمد لله احنا أول دلوقتي تاني ماتش مكسب الحمد لله. في منافسات المجموعات الأولى تمكن النجم الرياضي التونسي من الفوز خارج قواعده على الترجي بهدف مقابل لا شيء في مباراة كانت ندية عنوانها الأبرز. النجم الساحلي وبعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي عجز صدارته برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل الترجي ترتيب المجموعة بدون نقاط. يمكن القول أننا في أنني أحس بخيبة من هذه الأمسية، لأن كانت المباراة في اتجاه واحد تقريبا، أتيحت لنا 8 فرص واضحة لم نتمكن من تسجيلها. وفي ختام مباريات هذه الجولة أضاع الأهلي المصري فوزا كان في المتناول أمام مضيفه الملعب المالي، واكتفى بالتعادل بدون أهداف. اللقاء شهد العديد من الفرص الضائعة خاصة من جانب الأهلي الذي كان قادرا على حسم نتيجة المباراة في أكثر من مناسبة. وبهذه النتيجة أصبح الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الملعب المالي صاحب المركز الثالث. نستهل الحديث عن كأس الكونفدرالية إذن من خلال المجموعة الأولى. نذكر بداية بالنتائج الكاملة في هذه المجموعة العربية تقريبا، بتواجد 3 أندية عربية، 2 من تونس وفريق من مصر. الترجي في قمة رادس يخسر بهدف وحيد، هدف عمار جمل من النجم الساحلي، والملعب المالي يتعادل على أرضه سلبيا أمام الأهلي المصري. الترتيب النجم في الصدارة ب6 نقاط، ثم الأهلي ب4 نقاط، فالملعب المالي بنقطة، فيما الترجي لا يزال رصيده خالا من النقاط بعد هذا الأسبوع الثاني. نبدأ من خلال القمة، من خلال قمة رادس أو كلاسيكو تونس كما يسمى كابتن حسام. هدف لصفر فوز النجم،
كان ثمينا بالنظر لمجريات المباراة. يعني 33 دقيقة مرت على انطلاقة المباراة، يقصى مهاجم البرازيلي الجديد للنجم ليبقى النجم بعشر لاعبين، لكن هذا لم يمنع أبناء فوزي البنزرتي من تحقيق 3 نقاط مهمة جدا في المشوار. تتواصل الصعوبات بالنسبة للترجي الرياضي، برغم أن العديد من جماهير الترجي كانت تتمنى بعد بعض الانتدابات وبعض التغييرات أن هذه المباراة تكون مباراة الانطلاقة، خاصة أن نخليه على جنب أنها مباراة إفريقية تبقى مباراة كلاسيكو، ونعرف أهمية الترجي الرياضي ونجم الساحلي، مباراة نتيجتها دائما مهمة ومهمة جدا بالنسبة للجماهير وبالنسبة للإدارة خاصة نفسيا. أظن أن كل الظروف كانت ملائمة للترجي الرياضي، شاهدنا ملعب جميل، جماهير غفيرة، بعض الانتدابات، جلاسي معناتها إضافة للترجي الرياضي، لكن صراحة الأداء لم يكن مقنع. كنا ننتظر أكثر من الترجي الرياضي، لكن أظن أن مشاكل الترجي الرياضي تتواصل منذ الموسم الفات. تغيير الإطار الفني، أن المباراة عكست واقع الفريقين، النجم أكيد في جايزي أفضل بكثير، نافس على الدوري لنهاية الموسم، ثم حافظ على نفس اللاعبين ونفس الاستمرارية. المدرب الاستمرارية أهم شيء بديع، النجم حافظ على المدرب بعد أن قيل في فترة الراحة أن فوز سيذهب للرجاء سيذهب للترجي، لكن تمكن النجم بالحفاظ على مدربه، الحفاظ على أغلب اللاعبين، برغم اللي بغداد المنجح كان غايب، لكن ما ننسوش اللي بغداد المنجح سيكون مع النجم في باقي المباريات التي تلي بعد مباراة الأهلي. النجم حافظ على كل لاعبيه، قام ببعض الانتدابات، حافظ على ركائز الفريق، عكس الترجي الرياضي العديد من التغييرات، العديد من اللاعبين الشبان، العديد من اللاعبين ما عندهمش خبرة إفريقية، خروج عديد من اللاعبين، خاصة بالنسبة لي أنا استغربت من خروج لاعب العكيشي، بالنسبة لي واحد من أفضل المهاجمين في تونس، والترجي الذي يعاني من ناحية الهجومية ويخسر مهاجمه الأول الموسم الفارط، الانتدابات الجديدة مثل فخر الدين بن يوسف إلى حد الآن لم يؤهل للمشاركة الإفريقية، كل هذا جعل من الترجي الرياضي يعاني في هذه المباراة. أظن أن هذه المباراة برغم لي هناك تريد بعض الارتياح من الأحباء ومن الإداريين للمستقبل، لكن أكيد هذه المباراة ستؤثر نفسيا، وأصبحت المهمة صعبة وصعبة جدا بالنسبة للترجي الرياضي في التأهل في هذه المجموعة. فوزي البنزرتي الذي كنا نشاهده على الصورة كابتن هيثم، وصفه الكل بأنه كان مفتاح فوز النجم أو مهندس فوز النجم، بالنظر لأطوار المباراة ولجزئيات التي كانت في هذه المباراة والتي لعبت لفائدة النجم، بالرغم من أنها المفروض أنها تكون ضد النجم في المباراة. حقيقي يعني رجل له خبرة كبيرة وله باع طويل جدا، سواء مع الأندية اللي تولى تدريبها في دول عديدة جدا أو مع المنتخبات، وفي وجهة نظري الشخصية أن هو قاد المباراة بشكل رائع جدا وتفوق على جوزيه أنيجو حتى وإن كان بلعب ناقص عدديا. شفنا النقص العددي منذ الدقيقة 31، أي نعم هدف عمار الجمل هدف تسلل 100%، ما فيهوش شك أنه هو تسلل، يعني هدف واضح جدا وخطأ من المساعد، ولكن فريق النجم الساحلي قدر أنه هو يخطو خطوة كبيرة جدا نحو النصف النهائي بعد الفوز على استاد مالي بهدف بغداد منجاح حتى غاب عن هذه المباراة. هذا هدف، تحدثت عن هدف بغداد منجاح في سوسة منذ ما يقارب الأسبوعين، وهذا هدف مرت عليه ساعات قليلة تقريبا 48 ساعة، المشترك ربما احتجاجات من جانب الترجي أو من بعض جماهير الترجي على أنه هذا الهدف كان تسلل واضح، تسلل 100%، والعامل المشترك أنها كرة ثابتة وضربة رأس، معنى كده أن في جمل معينة بيلعب عليها فريق النجم الساحلي. أعتقد فريق الترجي مطالب بالعودة سريعا، ولكن الكفاءات الموجودة فيه ليست مثل الكفاءات اللي كانت موجودة في منتصف التسعينات أو في بدايات الألفية أو منذ 3 سنوات على الأقل. أجد أن فريق الترجي فريق كبير لديه خبرة أفريقية، ولكن لديه لاعبون ليس لديهم الخبرة الأفريقية، عشان كده أعتقد أنه هو حيعاني. طيب جوزيان يقول يملك الخبرة الكافية أفريقيا ويملك الخبرة الكافية كذلك بكرة القدم التونسية، لكن من خلال تصريحات هذا المدرب في حديث من جانب جوزيان يقول على أنه لابد أن يحاسب بعد سبتمبر، قال انتظروني من هنا إلى 21 سبتمبر حتى تتضح الرؤية، تتضح التغييرات التي سأجريها على التشكيلة، ثم بعد ذلك حاسبوني على النتائج. معنى كده أن فريق الترجي لا ينافس على البطولة الأفريقية والكل يعلم ذلك، ويمكن هو كان له تصريح أن الأداء كان أفضل، لكن هل بمقدور الترجي أن لا ينافس على البطولة الأفريقية؟ لن ينافس اسم الترجي لن ينافس لن ينافس. أؤكد لك أن الترجي بهذا المستوى سوف يكون رابع المجموعة، حتى استاد مالي سوف يتفوق عليه إذا استمر الترجي بهذا المستوى. أجد حسرة شديدة وأنا أقول هذا الكلام على واحد من كبار القارة الإفريقية فريق الترجي، ولكن أريد أن أقول شيء، أن جوزيه أنيجو بعد المباراة قال أن أداءنا أمام النجم الساحلي كان أفضل من أداءه أمام الأهلي. أمام الأهلي
كان لا يوجد ترجي غائب. كان مباراة وانسى الجيم، كان الأهلي يلعب لوحده كان غائب. أنا معاك إن هو أفضل من أدائه أمام النادي الأهلي، ولكن الأداء أمام الأهلي كان تقريبا واحد. هو ضد النجم الشوط الثاني كان أفضل، حتى الشوط الأول كان شبيه. المباراة تلعب على ملعبك أمام فريق ناقص عدديا وتخسر بهذه المباراة حتى وإن كان هدف تسلل، إذن علامات استفهام كبيرة حول أداء الترجي، وأجد إنه ممكن يعاني أيضا في البطولة التونسية المسهمة. قبل أن آتي الكابتن عبد العال، كابتن حسام ربما أنت أعلم بالأسماء الجديدة التي دخلت في تشكيل الترجي، حكمك على أداء علي المشاني، الياس الجلاسي، وخاصة شاكر رجيع الذي ساعدت به جماهير الترجي بالرغم من غياب النتيجة الإيجابية في هذه المباراة. هو صعب أنك تحكم على مردود اللاعبين في مباراة أولى في بطولة إفريقية في كلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي، لكن دخول مهم في أجواء فريق كبير مختلفة عن الترجي الجيزي عن نادي البنزرتي، لكن أنهم يعطيوا مردود كبير في فريق يمر بفترة صعبة صعبة وصعبة جدا بالنسبة للاعبين جدد ما عندهمش الخبرة الإفريقية أو خبرة فريق كبير. صراحة في الدوري التونسي علي مشاني عمل دوري كبير، الرجيعي قدم موسم ممتاز مع ترجي جرجيس، نفس الشيء جلاسي مع الملعب التونسي، لكن صراحة دائما أقول أنا أقولها سوى الترجي أو الإفريقي ونجم الساحلي ونادي الصفاقسي، أقول لاعبين الذين يبرزوا في فرق ونقول احنا تاع وسط الترتيب او اخر الترتيب حتى لو كانت عندهم امكانيات كبيره جدا صعب انهم يتالقوا في فرق كبرى. ما نساوش الرجيعي كان له تجربه في النادي الافريقي ولم ينجح واستغنى عنه الفريق، يعني حتى لو تكون عندك امكانيات كبيره شخصيه اللعب في فريق كبير صعبه وصعبه جدا. اتمنى النجاح لهؤلاء اللاعبين، لكن اظن ان صعب جدا انهم يتاقلموا مع الترجي الرياضي. الترجي الرياضي محتاج الى لاعبين سوبر، لاعبين من المستوى العالي، لان الترجي الرياضي لعب فيه نبيل معلول ولعب فيه طارق ذياب ولعب فيه العيادي الحمروني ولعب فيه خالد بدر، لاعبين كبار جدا صعب انه الجماهير تقبل مثل هؤلاء اللاعبين انهم يحملوا رايه الترجي الرياضي. لكن اللاعبين وطينه هؤلاء اللاعبين الكبار تغيرت وذهبت مع السنوات التي مرت. كابتن عبد العالي، حتى نعطي النجم الساحلي حقه لأنه هو الفائز في هذه المباراة، هناك من يقول أنه النجم في مباراة الترجي أكد وأنه الأفضل في تونس هذا الموسم لأنه تمكن من تكرار نفس السيناريو الذي فعله في الدوري التونسي ضد الإفريقي في نفس الملعب في رادس بعشر لاعبين، تمكن من الفوز على بطل الدوري، وهذه المرة يعني تمكن من الفوز على الترجي بنفس الطريقة تقريبا في نفس السيناريو تكرر بعشر لاعبين. نعم، هو بالنسبة يعني الفارق الموجود بين النجم الساحلي وبين الترجي، طبعا أنا نظن احنا نتكلم عن الترجي الموسم هذا ونسينا أن الموسم الماضي نفس الشيء كان في الشامبيونز ليك وكان يعاني نفس الشيء مع خسر مباراته الأولى مع ضد وفاق سطيف على 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 ملعبه، يعني ما كان جيد. فأنا نظن أن بالنسبة للترجي قبل ما نتكلم يعني حتى ما نهضم حق النجم الساحلي، الترجي التونسي من العام وهو يعاني يعني يعاني سواء في البطولة التونسية أو حتى بالنسبة لبطولة أبطال أفريقيا، فلهذا نقول أن الفريق الترجي في حالة تكوين جديد، وخاصة أن لا ننسى أن يعني مدرب جديد، إحنا مدرب جديد لاعبين جدد، فبصمة المدرب مستحيل راح تظهر يعني في على أسبوع أو أسبوعين وحتى على شهر صراحة، يعني حتى نكونوا مناصفين. لو نأخذ المباراة قبل هذه يعني المباراة اللي كانت مع الأهلي والمباراة هذه نقول ممكن فيه تحسن وهو تحسن والجانب النفسي أكثر شيء بالنسبة للاعبين على أساس أنهم يريدون يثبتون أنفسهم في المباراة هذه، خاصة أنها الكل يعلم أنها طبعا مباراة محلية بطابع أفريقي، لكن هذا لا الفرق اللي موجود وهو الاستقرار سوى استقرار فني أو استقرار إداري. فلهذا بالنسبة للنجم الساحلي صراحة الاستقرار اللي موجود على مستوى الفريق وخاصة بالنسبة للمدرب فوزي بنزرتي صراحة هو اللي عمل الفارق للجانب هذا، ولهذا يعني احنا ما نضغط كثير على الترجي على أساس أنه حتى ولو أن اللاعبين حقيقة لاعبين متوسطين والترجي بأسماء كثيرة وكذا، لكن لا ننسى أن دائما في فريق عندما يكون هناك مدرب أقول مدرب كفاءة ولا نتكلم على أنيجو، مدرب ذو كفاءة كبيرة ممكن يغير شكل الفريق في أي وقت، يعني لما نقول في وقت عندما يكون له الوقت يعني أمامه على أساس أنه يحضر فريقه صح. طيب سنستمع الآن مشاهدينا للمدرب المساعد لفوزي البنزرتي رضا الجدي الذي يتحدث عن الوصفة ربما التي مكنت الفريق فريق النجم من تحقيق الفوز بالرغم من النقص العددي في مواجهة الترجي. كان مفاجأة بالنسبة لنا هو خروج الورقة الحمراء، خلتنا نعانيه بنقص عددي، وبداية الشوط الثاني كان أكثر تركيز على مستوى الكتلة الدفاعية بعشرة لاعبين، ثم الاعتماد على كرات سريعة أو كرة ثابتة إثر واحدة منها تمكننا من تسجيل الهدف، لكن حقيقة وهنا إشارة للفريق المنافس تمكن من الرجوع في المباراة، سيطر علينا الحقيقة في البناء الهجومي، لكن الكثافة العددية وخاصة التركيز على المستوى الدفاعي بالنسبة لفريقنا منع فريق الترجي الرياضي من أنه يكون فاعل، ولو أنه كان فما فرص الحقيقة تألق حارس المرمى البلبولي كان قيم اليوم وكان وراء يعني أنه الشباك تاعنا تبقى عذرة.
رضا الجدي تحدث عن الورقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب البرازيلي دوغلاس اللاعب الجديد المنتدب من جانب النجم الساحلي. كابتن حسام تحدثنا عن عملية الهدف التي فيها شك وتسلل واضح لنقل هدم في حق الترجي، لكن عملية الإقصاء يبدو أنه فيها نوع من القسوة كذلك على لاعب النجم. صراحة إقصاء غير مستحق، معناها في أقصى الحدود ورقة صفراء، كانت دفعة خفيفة، أظن أن الحكم لم يقصي، المساعد هو الذي يعني هو أراد أن يبعد اللاعب لا أن يتهجم عليه، يعني عملية عادية في مباراة كلاسيكو بهذا الحجم، أظن ماكسيموم أقصى شيء كانت ورقة صفراء. لكن صراحة النجم رياضي الساحلي أثبت منذ الموسم الفارط، ودائما أقول قوة النجم من الموسم الفارط الموسم هذا 70% 80% فوزي البنزرتي، لأن هذه الدفعة التي دفعت الحكم لإشهار الورقة دفعة الحمراء. عادية تحصل، لكن في القانون تحصل. حسام وكابتن هيثم كذلك كابتن عبد العال يعني لا يفرق بين دفعة قوية ودفعة شوف، ثم في قانون كرة القدم فيه القانون وروح القانون، روح القانون 90% هو الذي يسير به الحكام المباريات، لأن فرق بين تحكم مباراة شامبيونز ليج نهائي ولا كلاسيكو بين تحكم مباراة عادية مباراة يعني القرار يتغير من حكم إلى آخر. أكيد أكيد يعني وهذا هو يقال بالفرنسية لابريسيسيون، وهذا يعني هو روح القانون، قراءة الحكم، روح القانون. القانون ما يقولكش دفعة، معناها إذا واحد عمل اللاعب هكا حتى شوية تعطيه كارت أحمر يقولك دفعة، شو الفرق؟ الحكم هنا روح القانون يعرف كيف يجاري المباراة، كيف يتعامل مع الحالات، هذه حالة عادية في مباراة تحصل 100 مرة في كل مباراة، أظن أن لا يستحق الكرت الأحمر، لكن الكرت الأحمر هذا جاء في صالح نجم رياضي الساحلي، حفز اللاعبين، جعل اللاعبين في مكان يعطي 100% ولا يعطي 120 130% لفائدة المجموعة حتى يغطي هذا النقص. أظن أن نجم رياضي الساحلي بالاستمرارية وبقوة فوز البنزرتي حتى في ظل غياب بغداد بونجاح اللاعب رقم واحد وصالح الفارق بالنسبة للنجم، تمكن من الانتصار في تونس الموسم الفارط، نذكره في الدوري ب10 لاعبين فاز على النادي الافريقي. اظن ان فوزي بنزرتي صراحه نادي النجم الرياضي الساحلي اختصاصه 10 ضد 11 احسن شيء عمله النجم الرياضي الساحلي هذا الموسم، احسن انتداب هو حفاظه على الحفاظ على فوز. اتفاق كامل اعتقد على موضوع الورقه الحمراء، اتفاق القاسي من حكم المباراه الحقيقه لا تستحق، ولو كابتن عبد العال لا لا مانيش موافق يعني الكارت احمر مستحق؟ لا مستحق كل الدفعات ضد واحد يعني كل الدفعات في المباريات الحكم استخدم فيها البطاقه الحمراء، لان لعيبه تدفع بعضها البعض في كثير من المواقف. انا نعم معاك من غير كوره، ولكن كان في في البدايه رد فعل من لعيبه الترجي ضد هذا اللاعب، فهو كان رد فعل والعمليه بعيده كانت عن مناطق الخطر يعني في الميدان. انا اعتقد توقف اللاعب بعد اللعبه دي والكلام مع مساعد الحكم وما فعله لاعبه الترجي اكبر الحكم انه يخرج البطاقه الحمراء، اجد انه ربما خوفا من ان تهرب المباراه من بين ايدي الحكم، اراد ان يسيطر على الاجواء، ربما هذا الذي دفع الحكم الى اشهار الورقه الحمراء. بديع على نقلب الوضع، حكم مفرش نقلب الوضع بديع، حكم متواضع لو لاعب الترجي هو من قام بهذا الفعل صعب جدا انه بس خلاص خرج ورقه حمراء. صراحه في افريقيا الفريق المحلي دائما لديه ربما اديتني الاجابه المفيده دفع من الحكام الافارقه. تألق لافت في هذه المباراه شاهدناه خاصه في الشوط الثاني لايمن البلبولي حارس مرمى المنتخب التونسي ونجم الساحل الذي منع الترجي على الاقل من تعديل النتيجه في الشوط الثاني. طبعا دوره كان يعني فعال جدا يعني، واحنا لا ننسى ان المباراه دائما انها طابعها المحلي قبل ان تكون افريقيه طابعها محلي، ولهذا يعني نعتبر يعني ان حتى اداء يعني انا صراحه يعني حتى المباراه نعتبرها خاصه في الشوط الثاني مباراه كانت يعني لان يعني في البدايه في الشوط الاول كان تخوف من فريقين على تلقي اهداف كذا، لكن طبعا احنا نعرف دائما ان الحارس عندما يكون في الفورمه ويكون في 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 يومه ممكن هو اللي احنا دائما احنا نقول الحارس اذا ما فوز الفريق اقل شيء تعادل. ليه؟ لان الحارس رقم واحد صراحه في الفريق وهذا معروف في هو رقم واحد في تونس، وهو رقم واحد اكثر شيء في تونس صراحه يعني. مر بفتره صعبه الموسم الفارط ثم رجع بقوه وكان تقريبا مساهم بنسبه كبيره في المنافسه النجم الرياضي الساحلي الموسم الفارط على الدوري، وصوله اليوم في هذا المستوى وهذه الانتصارات في البطوله الافريقيه حتى مع المنتخب في كاس افريقيا رغم انه لم كان تقريبا ابرز ابرز من كاس افريقيا تقريبا استرجع مستواه العادي وصراحه، وهذا جيد بالنسبه للنجم وخاصه بالنسبه للمنتخب التونسي. بالحديث عن تالق البلبولي نغلق ملف مباراه النجم والترجي، ولنقول الترجي والنجم بما انه النجم سيستقبل الترجي بعد شهر تقريبا في سوسه في مباراه العوده لحساب الاسبوع الرابع او الاسبوع الخامس من كاس الكونفدراليه الافريقيه، ونفتح ملف المباراة الأخرى عن نفس هذه المجموعة الأولى الملعب المالي استضاف الأهلي هيثم، وكنا تحدثنا في تقديمنا لهذه المباراة عن خطورة الفريق المالي، يبدو أنه الأهلي كان يعني جاهز لمنافسة هذا الفريق
والهدف الذي رسمه الفريق تحصل عليه وهو النقطة على أقل تقدير. دي حقيقة. شفنا الملعب المالي في مباراته أمام النجم الساحلي وإزاي خسر بصعوبة بالغة أمام فريق النجم الساحلي. نادي الأهلي توجه إلى باماكو العاصمة المالية عشان يلعب هذه المباراة بعد ما فاز على الترجي بالثلاثية وبعد أيضا ما فاز على المصري البورسعيدي في الدوري. حقيقة كابتن فتحي مبروك غير التكتيك بتاعه في هذه المباراة، دائما وأبدا بيلعب بأربعة في خط الدفاع بوجود سعد سمير ومحمد نجيب، أشرك معهم شريف حازم على أساس يكون في واحد بتأمين الدفاع. صحيح، يكون في ليبرو ويكون محمد نجيب في بعض المواقف أو سعد سمير يراقب رأسي حربة فريق الملعب المالي، مع الاعتماد على باسم علي وصبر رحيل على الأطراف، وجود حسام غالي في قلب الملعب. حسام عاشور كان موقوف في هذه المباراة، مؤمن زكريا وأفضل لاعب تقريبا. صحيح، مؤمن زكريا وبالإضافة إلى رمضان صبحي وعمر جمال أحضروا فرص سهلة. الحقيقة كان ممكن النادي الأهلي يعود بثلاث نقاط وفي نفس الوقت كان ممكن أن يفقد المباراة، لأن شفنا خطورة لفريق الملعب المالي. شريف إكرامي تألق بشكل واضح في كرة ارتدت من القائم الأيسر. أعتقد التعادل مفيد بالنسبة للنادي الأهلي رفع رصيده لأربع نقاط. ما ننساش أن آخر زيارة لفريق النادي الأهلي لهذا الملعب ولهذا الفريق منذ عامين، هذه إحدى الفرص التي ضاعت على الأهلي. صحيح، كان أن تكون هدف محقق. كانت أهداف سهلة الحقيقة، أهداف سهلة جدا أضعها النادي الأهلي. زيارته لهذا الملعب منذ عامين كانت هزيمة في الدقائق الأخيرة المباراة، وبعد المباراة صاحبها مشاكل عديدة جدا، وقدر ان هو يعوض في القاهرة بصعوبة بعد متأخر ايضا بهدف، ولكن هاتريك ابو تريكا هو من انقذ الاهلي في هذه المباراة، ولكن كانت في بطولة الكاف تشامبيونز ليج. اجد ان فرص النادي الاهلي كبيرة مع النجم الساحلي في الصعود كاول وتاني بعد ما تعرفنا على مستويات الفرق الاربعة. شفنا الترجي في حالة ليست جيدة، شفنا ايضا الملعب المالي من خلال مباراتين حصد نقطة واحدة. اعتقد الطريق ممهد امام الاهلي وامام فريق النجم الساحلي للصعود الى السيمي فاينال، ولكن امام النادي الاهلي الاسبوع المقبل مباراة هامة وهو ديربي الكرة المصرية، الاهلي والزمالك. تقريبا نادي الزمالك 90% حسم بطولة الدوري العام المصري، نادي الاهلي يريد لكن قد تصبح 50% لو يفوز الاهلي. نادي الزمالك عنده مباراة اقل وحيلعب النصر بعد بكره، لكن الاهلي بامكانه انه يعطل عشان عجله الزمالك. ما تنساش ان في مباراه كاس مصر ايضا، فرصه النادي الاهلي ان هو يخرج من الموسم ببطوله بدل ما يخرج خالي الوفاض. ولكن اعتقد ان بعد ما الفرق المصريه في الاسبوع الاول حققت الفول مارك او العلامه الكامله حدثت النتائج كلها في الاسبوع الثاني. سموحه خسر، الاهلي تعادل، والزمالك فاز، على الرغم من الفرق الثلاثه لعبت خارج القاهره. سأعود من شكل الحديث عن الزمالك خاصه الفوز خارج الديار ضد ايرلاندو بايرتس، لكن نواصل الحديث عن الاهلي المصري مع رجل اسمه فتحي مبروك، بالرغم من انه مدرب يعني مؤقت، يعني ونحن تعودنا في البلدان العربية في الفترة الماضية بكل ما هو مؤقت، يعني حتى على المستوى الرياضي أصبحنا نتحدث عن مدرب مؤقت، لكن هذا المؤقت حقق نتائج إلى حد الآن، نتائج ممتازة سواء كان في الدوري، أعاد الأهلي المنافسة ولو ضئيلة يعني الحظوظ بالنسبة للأهلي أمام الزمالك، لأنه على المستوى الإفريقي الآن فوز على أرضه كبير أمام الترجي، ثم تعادل مهم ضد الملعب المالي في انتظار مباراة الكلاسيكو كما قال كلاسيكو الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي يوم الثلاثاء المقبل. صراحة يعني بالنسبة لو نشوف يعني بالنسبة للنتائج الأهلية في الفترة الأخيرة سواء على مستوى الدوري أو على مستوى حتى الكاس الكونفدرالية، صراحة النتائج يعني جد إيجابية، فالمدرب متجانس مع اللاعبين، حتى أفكاره يجسدوا فيها اللاعبين داخل الملعب، وأحسن دليل وهي النتائج. احنا دائما نقيس بالمدرب نقيسه بالنتائج، فالنتائج طيبة، وأنا نظن راح يستمر في هذا المنصب هذا نظرا لما قدمه سواء بالنسبة للدوري حتى بالنسبة للدوري. ممكن جدا أنه احنا حتى ولو أنه بعيد بالنسبة للتتويج بالدوري، لكن ممكن يعطل حتى ولو أسبوع أسبوعين في قبل ما هو حسابيا. نعم، الأهلي مع فتحي مبروك حقق نقاط أكثر من الزمالك في الفترة التي مسك فيها فتحي مبروك بزمام الأمور في الأهلي، يعني هو أصلح ما خربه جريده. لا طبعا لا، نادي كابتن فتحي مبروك خسر مباريات عديدة، خسر من أولين لا الحصيلة في مجملها منذ قدوم فتحي مبروك لا الأهلي أفضل. لا لا لا، فريرة مع الزمالك لم يخسر نقاط، مقاولين العرب مع جريده مع الإسباني جريده كويس، مع كابتن فتحي مبروك لا جريده، المقاولين العرب مع جريده تعادل مع جونة وخسر شيل فانيلة الزمالك. لا انا بصحح المعلومة مش اكتر ولا اقل، شايل فانيلة الزمالك. لا حسابيا 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 الاهلي افضل. افضل مع كابتن فتحي مبروك افضل من الزمالك. لا 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 افضل من الزمالك في نفس الفترة. فريرة لم يخسر مباراة واحدة، فريرة لم يخسر مباراة واحدة، كم تعادل من مصر المقص ويتعادل اعتقد مباراتين مع بتروجيت ومع الجونة، انما كابتن فتحي مبروك خسر نقاط اكتر مع النادي الاهلي. تعادل وحيد وخسارة للاهلي مقابل تعادلين وخسارة للزمالك.
اوكي، بس عدد مباريات لفريرا اكتر مع الزمالك من مباريات كابتن فتحي مبروك مع لا ايه اوكي طيب زملكاوي سنعمل المهم فتحي مبروك اصلح ما خربه جاريدو في الاهلي بالضبط. هذا دائما اقول صراحة، وأنا كل سنة في المباريات الإفريقية وفي الكؤوس الإفريقية نتكلم على موضوع المدرب المؤقت وعدم الثقة في المدرب المحلي أو المدرب المواطن. لو كان مدرب أجنبي هل كان سيلبس نفس الحلة المؤقتة يعني؟ لا مستحيل. هو فتحي مبروك فاز بالدوري مع الأهلي ولا هيثم وأقيل وجابوا جاريد. صح. هل فيه لأنه مدرب طوارئ يسمى هكذا يا بديع، هل فيه فريق أوروبي يفوز بالدوري ويقيل المدرب؟ مستحيل. مش موجودة في العالم، مستحيل. ما تحصلش حتى منطقية. تعرف في فرنسا لما أقيل كومبواري وكان متصدر الدوري الفرنسي كانوا يقوموا إضراب لجنة المدربين لأنه قال لك ما هي أسباب إقالة المدرب. صح. مدرب متصدر يعني المدرب نتائج اليوم. المدرب فتحي مبروك يفوز بالدوري ويقيل ويجيبوا جاريدو، جاريدو فاز بالكاف لكن دون أداء. الأهلي كان سيء مع جاريدو، مع فتحي مبروك تقريبا بنفس اللاعبين تحسن الأداء، تحسن المردود برغم خروج فريق كامل من الأهلي دون انتداب لاعبين كبار. لبقية الأهلي رجع تقريبا إلى مستواه، شاهدناه في الترجي، شاهدناه في الدوري، رجع يفوز، رجع يقنع. أظن أن فتحي مبروك مطالب إدارة الأهلي أن تحافظ على هذا المدرب دون البحث عن المدرب أجنبي إلا إذا ساءت النتائج شيء ثاني. خسر من حرس الحدود. معليش أنا زي أفضل نقطة يعني بالنسبة لأنا نشوف الإخوة يعني صراحة متحمسين دائما أن المدرب المحلي هذا لا يمنع أننا نشجع المدرب المحلي، لكن ننسى أن بالنسبة للكفاءة التدريبية صراحة ما عندهاش جنسية. أنا بالنسبة لي نعم ما عندهاش جنسية. أنا بالنسبة لي الكفاءة التدريبية هي على أحسن دليل مدرب الزمالك. الحل نتائج اللي سوى خاصة المباراة الأخيرة اللي كان يعني أنه قبل ما يعني ممكن أني قدمت نتكلم عن المدرب قبل المباراة، فصراحة كان هو ممكن الرقم الصعب والرقم الأول في المباراة هذه في جنوب أفريقيا، فلهذا حتى اللاعبين طلبوا بالتجديد تاعه يعني مهما كان. سنتحدث الآن عن الزمالك ما دمت ذكرت الزمالك المصري متصدر الدوري المصري والقريب جدا من تحقيق دوري غاب عنه لسنوات طويلة هناك في جمهورية مصر العربية. نبدأ بنتائج وترتيب مجموعة الزمالك والتي تضم كذلك صفاقسي ليوبار وأورلاندو بايرتس. أورلاندو سقط على أرضه أمام الزمالك في مباراة مثيرة بهدفين لهدف، فيما صفاقسي تعثر على أرضه أمام ليوبار بتحقيق التعادل بنتيجة إيجابية هدف لمثله. ترتيب المجموعة الزمالك والعلامة الكاملة 6 نقاط في الصدارة، ثم أورلاندو بايرتس 3 نقاط، فالنادي صفاقسي وليوبار نقطة لكل فريق. أبدأ مع كابتن هيثم فاروق الذي كان يبحث داخل جهاز الآيباد عن آخر أرقام الزمالك وفتحي مبروك من جانب الأهلي المصري. الآن سنتحدث عن الزمالك، الزمالك المتألق محليا والمتوهج الآن إفريقيا بعد هذا الفوز الذي ثأر به لنفسه لخسارة تكبدها منذ موسمين 4-1، خاصة أن الظروف لم تخدم كثيرا الزمالك. تقدم الفريق الجنوب أفريقي مع بداية الشوط بهدف وحيد، لكن هذا لم يمنع أبناء فريرة من تحقيق فوز مثير بهدفين لهدف، وخصوصا مع تألق الحارس في آخر الدقائق وصد كرة التعادل لأورلاندو. فعلا الشناوي عمل مباراة كبيرة جدا، وأعتقد أنه أحد الأسباب اللي خلت فريق الزمالك يعود ب3 نقاط مش هو بس، هو وعلي جبر وكوفي بالإضافة إلى مجموعة اللاعبين، ولكن بميز الثلاثة دول بالذات لأن الحقيقة عملوا جيم عالي جدا، تقريبا نفس السيناريو المباراة اللي كانت من سنتين. الاختلاف الوحيد ان دي كانت في أليس بارك في جوهانسبرغ، المباراه دي نقلت الى مكان اخر، ولكن نفس سيناريو المباراه. تقدم فريق اورلاندو بايرتس وتعادل الزمالك بعديها بفتره قليله، ولكن حدث انهيار بعد كده. في المباراه دي حدث تماسك كبير جدا من نسبه لعيبه نادي الزمالك. فيريرا الحقيقه لما شاف ان في ثغره عنده من ناحيه الشمال عالجها بشكل ذكي جدا، لان المدرب الحقيقه مطلوب منه يتدخل عندما تكون لديه مشكله في ارضيه الملعب، والتدخل يا بيكون من داخل أرضية الملعب يعني تغيير في بعض وظائف اللاعبين أو تغيير التكتيك أو بأنه يدفع ببعض البدلاء عشان تغير نتيجة المباراة. هو عمل الحاجتين الحقيقة. معروف يوسف كان بعيد تماما عن أحمد سمير في الشوط الأول، كانت جبهة اليسرى نادي الزمالك اليمنى لأورلاندو بايرتس مخترقة تماما، وقدر الفريق الجنوب أفريقي يصل لمنطقة جزاء نادي الزمالك في أكتر من مناسبة، وكان ممكن يسجل لولا تألق شناوي لولا القائم الأيسر.
لا وجود لهجوم نادي الزمالك على الاطلاق في اول 45 دقيقه. لم نشاهد ايمن حفني، لم نشاهد باسم مرسي على الاطلاق، لم نشاهد احمد عيد عبد الملك، ثم دفع بتغييراته وبنزول مصطفى فتحي الحقيقه اللي كان رائع لحد كبير مع احمد عيد عبد الملك وسجل الهدف الثاني. اجد ان مباراه الزمالك امام اورلاندو بايرتس وبالتحديد الشوط الثاني او ال 45 دقيقه الاخيره بالاضافه الى المباراه اللي لعبها في المغرب امام فريق الفتح، كان نادي الزمالك رائع الى حد كبير جدا واعطى ثقه لجماهير نادي الزمالك ان هو يقدر يفوز ببطوله الدوري وان هو يقدر ينافس على الكونفدراليه. على الرغم من ان كان في دعوات برحيل فيريرا، ولكن الراجل هذا ما كنت ساتحدث عنه الان. هيثم، هذه المباراه ربما وقع فيها فيريرا رسميا على احقيته بالبقاء على راس العارضه الفنيه للزمالك، خاصه مع الايام الاخيره الحديث بدايه عن احمد حسام ميدو، حتى رسميا رئيس النادي قال ذلك في فتره من الفترات، ثم في الفتره الاخيره حلمي تونان حديث عن امكانيه ان يحل هذا الاسم مجددا في معقل نادي الزمالك، لكن الان فيريرا في هذه المباراه اكد فعلا انه الاحق بالبقاء في الزمالك. مع كل احترامي يا بديل الاسماء اللي انت قلتها وناس لها كفاءات ولها خبرات ولها قدرات، ولكن فيريرا هو الاصلح وهو الانسب وهو الاقدر في هذه الفترة، قياده نادي الزمالك في هذه الفتره. مدرب البرتغالي على فكره ناجح جدا في نادي الزمالك في 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 الكره المصريه بصفه عامه، مانويل جوزيه. مانويل جوزيه فنجادا، ما انساش فنجادا. ايضا فيريرا كان رائع، ولكن برضو في بعض الهفوات، ولكن اجد ان الراجل يسير بشكل رائع جدا، مثبت التشكيل، بيعتمد على مجموعه كبيره من اللاعبين، ولكن ما ننساش الدور الكبير برضو اللي قام بيه اداره نادي الزمالك مع بدايه الموسم، لانه وفر له كفاءات كبيره جدا من اللاعبين، عنده قماشه مرنه يقدر يستخدمها كيفما شاء. وما تنساش ان اللعيبه دي عندها قدرات طبيعيه، لان انا زي ما اتكلمت على سموحه وقلت تناوب على تدريبهم عدد كبير من المدربين، نادي الزمالك في 11 شهر استهلك 5 مدربين، احمد حسام ميدو، كابتن حسام حسن، محمد صلاح، باتشيكو، ثم فيريرا، 5 مدربين، كل مدرب له فلسفته وله اقل من موسم قناعاته وله لعيبته اللي لعبها، ولكن اللعيبه قدرت تنسجم وقدرت حتى الان تتصدر بطوله الدوري، واعتقد موسم رائع بالنسبه لنادي الزمالك حتى الان. الزمالك في هذه المباراه ربما فسخ تلك الصورة التي أصبحنا نمتلكها على الزمالك في الفترة الماضية. السنوات الماضية كنا نتحدث عن زمالك هش، على مستوى الشخصية كنا نتحدث على فريق بلا شخصية في بعض المباريات. في هذه المباراة ربما غير تلك الصورة، شاهدنا فريق يعني متراجع في النتيجة، كيف يعود بقوة، تمكن من الفوز خارج الديار كابتن حسام؟ أكيد هو مشاكل الزمالك في السنوات الأخيرة كلها كانت مشاكل إدارية، صراعات بين رؤساء النادي، بين المسؤولين الموجودين، المسؤولين اللي خارج النادي، لكن في الفترة الأخيرة هناك استقرار إداري، لم نعد نسمع مشاكل كبيرة إدارية، وهذا راجع إلى أن النتائج جيدة. أول شيء استقرار إداري، المدرب إلى حد الآن ناجح وعمل توليفة ممتازة، ثم كما قال هيثم الإدارة وفرت لاعبين من الطراز العالي. السنوات الأخيرة الكل الزمالك ما كانش عنده لاعبين، كانت سيطرة كلية الأهلي، اللاعبين كانوا متواضعين صراحة. صح. اللاعبين اللي كانوا في الزمالك السنوات الفاتت كانوا لاعبين متواضعين مقارنه باسم الزمالك. انتدابات الزمالك هذا الموسم هي التي صنعت الفارق ربما بين الزمالك والاهلي وبين الفرق التي تنافسها في الدوري. انتدابات موجهه وذات قيمه فنيه، ثم على ما نسمع ونقرا ما زالت في القادم هناك انتدابات. ولو انه الصراع بين الاهلي والزمالك تقريبا على نفس الاسماء في هذه الفتره. فيه 7 8 9 لاعبين في مصر عندهم قيمه كبيره يتصارع عليهم الاهلي والزمالك، لذلك صراحه نرى ان الزمالك في الطريق الصحيح لحد الان، فريق جيد، لاعبين صغار السن، لاعبين عندهم مستقبل، لاعبين اصبحوا دوليين، فيه الخبره، فيه الطموح، فيه المهاره الفنيه، فيه استقرار فني. تكلمت على المدرب، لهذا اقول لك المدرب نتائج، كان برتغالي، كان تونسي، كان مصري، كان انجليزي، كان اسباني، المدرب نتائج. صح. سواء كان محلي او اجنبي، اذا كانت النتائج جيده وهناك اداء، حتى بعض الاحيان تكون النتائج ويكون الاداء غير جيد، من الافضل ان تغير المدرب لان تحس ان الفريق لن يذهب بعيدا. العكس مع الزمالك، هناك اداء جيد، حتى الخساره اللي خسرها في الدوري ضد فريق المقاصه، اظن فريق نقول واحنا وسط او اقل اخر الترتيب، لكن لم يؤثر على الزمالك، شاهدنا تصريحات جيده، القادم افضل. اظن ان الزمالك صراحه في الطريق الصحيح الى حد الان، لو واصل بهذا المستوى وبهذا الاستقرار مع اضافه لاعبين، سيعود الزمالك الذي عرفناه في السابق المنافسة على الدوري معادلة مع الأهلي، سيعود المنافسة على الشامبيونز ليج الموسم القادم. أظن أن الزمالك في الطريق الصحيح بهؤلاء اللاعبين. سمعنا ممكن شيكابالا يعود للفريق، مش عارف هل صحيح أو لا، لكن حتى لو عاد سيكون خبرته. شوف، لا مرة هذه أنا متأكد لو عاد
لن يكون شيكابالا السابق، لان اليوم يحس اللي فيه الفريق، لو ما يعطيش اداء سيكون خارج الفريق. المفروض ان الزمالك يمشي للامام الان، لا ينظر للاسماء، مش متقدم في السن وابن النادي، لو سيعطي الاضافه، لان فنيا ولا حد يشك في قيمته اذا يكون لاعب منضبط ويلعب من اجل الفريق والفائز الفريق. هذا المشكل، هذا ممكن يعطي الاضافه. طيب سنواصل الحديث عن الزمالك وتعلق الزمالك في جنوب افريقيا والعوده بفوز بهدفين لهدف كابتن عبد العالي، حتى نعطي الزمالك حقه. والفوز لم يكن ضد اي فريق، ضد اورلاندو بايرتس، احد اكبر الفرق الجنوب افريقيه والفرق الافريقيه في العموم. يعني حتى على هذه المباراه يعني الفريق الجنوب افريقي قدم كرة جيدة والزمالك كان أفضل. نعم يعني، ولهذا نقول لك أن الزمالك كنا تكلمنا عليه من قبل أنه يعني بالنسبة للسفرية، هذه السفرية تاعو كانت بعض الحجج بالنسبة للصيام وبالنسبة للسفر وكذا، لكن صراحة يعني في الأخر أصبحت تعليت واهية. أيوة، مسألة الصيام الأهلي عاد بتعادل سلبي. أيوة، الزمالك فاز بهدفين لهدف يعني. نعم، فحتى يعني الصيام خلاص انت ولا احد كان اذكر يعني لو خسر ليس عائق، ان الصيام ليس عائق. بالضبط، احنا لا ندري على كل حال اللاعبين في الميدان، لكن بالنسبه للمستوى اللي قدموه صراحه المستوى، خاصه بعد ما تلقوا اول هدف، الهدف الاول اللي كان عليهم هو اللي دفع الفريق، اعطاه يعني شحنه ايجابيه يعني خارقه جدا صراحه. قراءه المدرب كذلك طبعا، هذا بالنسبه انا نتكلم بالنسبه لرده الفعل تاع اللاعب، لكن اكثر شيء يعني دائما نرجع نقول ان كفاءه المدرب هي اللي تعمل الفرق. لانك صراحة مدرب وزميلك هذا يعني، لا بغض يعني ما صراحه انا نقيمه خاصه القراءه، لان مدرب هي قراءه المباراه، اول شيء قراءه المباراه هذا فنيا اكثر. وزياده من شيء هذا لا ننسى انه قائد الفريق، عندما نلاحظ بعد المباراه على سبيل المثال، وهذه مهمه جدا، انهم فازوا طبعا الفرحه عندما اي مدرب، انا نقول في بعض الاحيان عندما يكون مدرب، ما لا نقول انه ليس لديه شخصيه، ما نتكلمش على هذا، بعد الفوز يترك كل شيء ينسى. فاحسن دليل ان بعد المباراه كانوا معزومين عند السفير، لكن المدرب بشخصيته رفض، فعرف ان فيه يعني خلاص الفتره هذه فرحنا نمشي على طول، ما نبقى يعني نبالغ في الفوز هذا. فهذا دائما ترجع الى كفاءه المدرب، الى اكثر شيء شخصيه المدرب. وانا نقول ان حتى اللاعبين متاثرين كثير بشخصيه وشخصيه المدرب والايجابيه اللي بينه وبين، وهذا مجيد مهم جدا جدا في كره القدم. طيب سنواصل الحديث عن الزمالك والفوز المهم في جنوب افريقيا بعد ان نتابع تقرير عمرو فهمي الذي التقى بعض الصحفيين المصريين ورصد ردود افعالهم بعد البدايه القويه للانديه المصريه في كاس الكونفدراليه. نتحدث عن 4 نقاط للاهلي في المجموعه الاولى وعن 6 نقاط للزمالك في المجموعه الثانيه. جولة جديدة في كأس الاتحاد الأفريقي يتفادى فيها قطب مصر الخسارة، فالزمالك متصدر البطولة المحلية حقق انتصاره الثاني تواليا خلال رحلته لجنوب أفريقيا التي تغلب فيها على أورلاندو بايرتس بهدفين لواحد، فكان الأثر ارتياحا كبيرا لدى المراقبين ومطالبات بتمديد تعاقد المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا الذي ينسب له فضل كبير في تغيير عقلية الفريق. الزمالك النهارده الحقيقة بيلعب لحد آخر لحظة، ودي يمكن سمة كان بيتسم بها النادي الأهلي امبارح. ده تأكد الحقيقة في امبارح في مباراة أورلاندو البراتس الجنوب أفريقي، لقينا أداء سريع جدا، لقينا انتشار، لقينا في روح، لقينا في تحركات، في جمل بتتعمل. مستر فيريرا الحقيقة واضح إن هو راجل بصماته ابتدت تظهر بشكل كبير وسريع على فريق نادي الزمالك، أتمنى إن هو يستمر مع الفرقة. الأهلي حامل لقب المسابقة اكتفى بالتعادل السلبي في ضيافة الملعب المالي ليتراجع إلى مركز الوصافة في مجموعته، ولكن ردود الفعل تبدو متحفظة، خاصة وأن الفريق لم يتمكن بعد من الاعتماد على الصفقات الجديدة التي أبرمها، وينتظر أن يتغير وجه الفريق في حضورها. حتى الآن النتائج يعني أقدر أقول جيدة لكن مش ممتازة. فوز في الذهاب 3-0 في أول مباراة على الترجي التونسي بالقاهرة أو بالسويس بالتحديد 3-0، وتعادل مع الملعب المالي 0-0، أنا شايف النتيجة مش جيدة. البعض يعتبرها إيجابية، لكن أنا بعتبر النادي الأهلي خسر نقطتين، كان من الإمكان أحسن مما كان، كان من الإمكان فوز الأهلي والعودة بثلاث نقاط كاملة، ويصبح رصيد النادي الأهلي 6 نقاط كاملة قبل أن يلعب مع النجم الساحلي في القاهرة 25 يوليو الجاري. الأهلي والزمالك يلقيان صدى إيجابيا بعد جولتين من البطولة لابتعادهما عن الخسارة، ورغم تبقي الكثير فإن المنصت يكاد يسمع همسات جانبية بين أكثر الأنصار تفاؤلا تتحدث عن نهائي مصري خالص. عمرو فهمي، بي إن سبورتس، القاهرة.
الصحافة المصرية تحلم إذن بنهائي مصري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، لكن المشوار لا يزال طويلا. 4 مباريات في دور المجموعات ثم 2 في الدور النصف النهائي قبل الحديث عن المباراة النهائية ذهابا وإيابا. استمعنا لردود فعل الصحافة، سنستمع الآن لآراء الجماهير سواء كان الأهلاوية والزملكاوية، والتي رصدها كالعادة عمرو فهمي. نتابع إن شاء الله الأهلي ياخد البطولة ديت والأهلي كويس، وبعد عودة عمرو جمال ووليد سليمان والنادي وقف على حيله تاني واخد بالك. بس هو انا برضو يعني ما تزعلوش مني، انا شايف ان الاهلي محتاج حارس مرمى، محتاج حارس مرمى. شريف اكرامي مش في فورمته طبعا، لسه بطولة طويلة والاهلي في الطالع، متفرقش معانا تيجي الزمالك نكسب واحنا نتعادل، لا انا ليه محصلة في النهاية ان شاء الله باذن الله بطولة الاهلي باذن الله. يعني في التمهيد دوت عادي جدا، والتعادل بره بالنسبه لنا يكسب كويس جدا، لعيبه في الصيام واخد بال حضرتك، والجو انت عارف الجو طبعا في مالي وفي افريقيا بيعمل ازاي في الوقت الصيام دوت، فكويس قوي لعيبه كتر خيرها يعني، وانا اهلاوي واخد بال حضرتك ازاي، وان شاء الله بطمن الجماهير الاهلي كلها باذن الله الكونفدراليه لينا باذن الله. طبعا كلها شايفين ان الزمالك متصدر الدوري العام، اول مره الزمالك من تقريبا من 2003 اللي هو يكسب بره ارضه في البطولات الافريقيه، كسب فريق منظم زي اورلاندو ولعب بشكل جميل جدا كلاعب وكاداء، فانا شايف ان الزمالك السنه دي ان شاء الله ياخد بطوله الدوري، طبعا خلاص يعتبر حسمها، وان شاء الله الكونفدراليه، وان شاء الله بعد السنين اللي جايه يحتل البطولات ان شاء الله. والله انا شفت الزمالك امبارح كان عامل اداء كويس، وهو الصراحه يستحق الكونفدراليه ويستحق بطوله الدوري المصري السنه دي، وانا شايف اللي هو من افضل الفرق اللي بتنافس كسواء في الكونفدراليه وكسواء في الدوري المصري، وان شاء الله تبقى كلاعيبه الزمالك اللي موجوده دلوقتي هتبقى اضافه للمنتخب المصري اللي هم الكبار. اهم ما قيل اعتقد قاله المناصر والمحب الاخير الذي تكلم في هذا التقرير، والذي قال امل ان تعكس النتائج الايجابيه للفرق المصريه خاصه الاهلي والزمالك ان تنعكس ايجابيا على اداء المنتخب المصري في قادم الاستحقاقات هاي. فعلا بديع، لان الحقيقه المنتخب المصري كما يعلم الجميع اخذ 3 بطولات امم افريقيا لم يتاهل الى النهائيات. ده مش كده وبس، ده في مؤشر خطير جدا ان منتخب مصر الناشئين تحت 17 عام ومنتخب مصر الشباب تحت 20 عام فشل ذريع في ان هو يصل اساسا لنهايات امم افريقيا لهذه المرحله السنيه، فما بالك بنهايه كاس العالم. فبعد ما كانت مصر بتصل الى نهايه كاس العالم في هذه المرحله السنيه بسهوله شديده جدا، وده يديك ناقوس انذار او خطر ان الكره المصريه ما فيش مواهب صاعده، ما فيش لعيبه تقدر يعني تستلم الرايه من الجيل اللي حقق 3 بطولات متتاليه مع الكابتن حسن شحاته، ولكن الاداء اللي قدمه النادي الاهلي ونادي الزمالك في الفتره الاخيره في البطولات الافريقيه يدي مؤشر ايجابي ان ممكن تعود الرياضه للكره المصريه على مستوى افريقيا مره اخرى. طيب سريعا، تعلق الاهلي والزمالك، سنتابع ربما هذا التالق ان كان مستحقا لكلا الفريقين في قمه 21 من يوليو المقبل في الدوري المصري. سريعا في كلمتين يعني. والله يعني انا ما يهمنيش الدوري قوي لان نادي الزمالك حسمه بنسبه كبيره جدا، اتمنى ان انا اشوف الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض في سيمي فاينال الكونفدراليه او في النهائي مع الاغز في الاعتبار طبعا قوه الدوري. حمدي معانا في الاعداد، قال الاجابه قبل ما تواصل انت اجابه. انت ايه رايك؟ انت تتخيل هقول لك ايه؟ طيب تتخيل اقول لك مين عايز يكسب؟ شيل الفانيلا الزملكاوي محايد كيف الشيء يكسب ان شاء الله محايد. ثم لاعب يلعب الفريق وشيل الفانيلا، في لاعب يلعب الفريق وشيل الفانيلا، يتمنى من دون سؤال غير بريء، فوز سؤال غير بريء وهو عارف اجابته. طيب على كل، سننتظر من دون شك هذا الديربي القاهري بين الزمالك والاهلي في الدوري المصري، والذي سيحدد صاحب اللقب بدرجه كبيره مثل ما اشار كابتن هيثم، 90% للزمالك و10% تقريبا حظوظ الاهلي في كسب الدوري المصري هذا الموسم. سنختم ملف كاس الكونفدراليه الافريقيه بالمباراه الاخيره في المجموعه الثانيه، والتي تعثر فيها صفاقسي من جديد كابتن حسام بعد خساره في ملعب بتروسبور امام الزمالك منذ اسبوعين، تعادل مخيب جدا امام ليوبار، لانه الكل كان يمني النفس هناك في ملعب الطيب المهيري بانطلاقه جديده للنادي الرياضي اصفاقس، الذي ظهر بحله مختلفه كليا عن الحله التي تعودنا بها من النادي الرياضي اصفاقس في المسابقات الافريقيه في الموسم الماضي. عمرها الاماني محققه النتائج بين الامنيه والواقع
فارق كبير جدا سنوات ضوئية، لأن كنت في استوديو أنا وقبل المباراة قلت لا أرى كيف النادي الرياضي الصفاقسي بهذه التشكيلة وهؤلاء اللاعبين قادر أنه يفوز حتى على فريق ليوبار في صفاقس، لأن صراحة لما نتكلم عن النادي الرياضي الصفاقسي بالنسبة لي على الأقل الموسم الفارط والموسم قبل الفارط أفضل فريق في إفريقيا. صح، لولا تروسيه لكان هو بطل افريقيا الموسم القادم، مع احتراماتي لفريق ستيف يستحق فوز بالشامبيونز ليج، لكن النادي الرياضي الصفاقسي خربوا تروسيه، كان فريق رائع ورائع جدا. كابتن عبد العالي يبدو غير متفق. لا شوف، هي الكره كلها اراء، لكن الفريق اللي كون منذ ثلاث سنوات جاء تروسيه في بعض الاشهر خرب الفريق ودخل المشاكل وعمل خراب في الفريق. هذا الفريق يجي في فتره قصيره ابرز الركائز فخر الدين بن يوسف، ندونغ، محمود بن صالح، تايسي الخنيسي، فرجاني ساسي، فريق كامل يغادر ولا ينتدب اي لاعب حتى في 50% من هذا المستوى. اضافه لكل ذلك كابتن حسام، من المرات القليله لم نقل النادره التي نشاهد فيها تشكيل النادي الصفاقسي خالا من اي محترف، يعني والفريق عودنا لا على افضل فريق تونسي ينتدب، لا على دكه الاحتياط لا في الفريق. ثم لما نشاهد خط الهجوم المزليني والحكيمي، مع احتراماتي لاعبين صغار، لاعبين شبان، لاعبين جدد، لكن هذا النادي الرياضي الصفاقسي كان كله تقريبا يعج بالنجوم. بهذا الرصيد البشري وبهؤلاء اللاعبين ما عنده النادي الصفاقسي وين يروح، بعيدا لا في كاس الكونفدراليه لا في الدوري التونسي، محتاج 6-7 لاعبين. نفس المشاكل اللي تكلمنا مع الترجي الرياضي، نفس الشيء بالنسبه للنادي الصفاقسي. هذا شنو نقول، الترجي الرياضي قاعد نسمعه يشتغل في سوق الميركاتو، لكن النادي الرياضي الصفاقسي باستثناء سمعت توقيع لاعب بن جبيع اليوم، لكن محتاج الى على الاقل 2-3 مهاجمين من الطراز العالي، محتاج الى صانع العاب، محتاج الى لاعبين في الدفاع، محتاج الى فريق كامل. كيف يوصل النادي الرياضي الصفاقسي لاعبين مثل كما قلت بن صالح والبحري والخنيسي يوصلوا نهايه عقدهم ولا يجدد، يذهبون كلاعبين حرين دون ان يبيعهم او يستثمر فيهم؟ اظن ان الصفاقسي مشاكله الاداريه اكثر بكثير من مشاكله الفنيه. سمعنا مشاكل بين الاداره والمدرب، بتصريح المدرب قال اذا ما يوفروش لاعبين ساغادر الفريق، وهذا من حق بالامس اجرى ندوه صحفيه اكد فيها بقائه في نادي الصفاقسي بعد حديث عن رحيله للكوت ديفوار. انا متاكد اللي بقائه كان بعد تطمينات من الاداره في جلب اللاعبين، لكن لحد الان ليس هناك شيء واقعي، ليس هناك شيء يبين ان النادي الصفاقسي سيعود بقوه. محتاج صراحه الى انتدابات، وهذا التعادل كان عادل ومنطقي على حسب الاداء اللي شاهدناه في المباراه. النادي الرياضي الصفاقسي في سابق ربما في سنوات قريبه كان ملعب طيب المهيري هو يعني مصدر جمع نقاط بالنسبه للفريق، في السنتين الاخيرتين يعني اكثر من خيبه تبعها جماهير النادي الرياضي الصفاقسي على ارضيه ملعب الطيب المهيري. تذكر الموسم الماضي الخروج من فيتا كلوب الكونغولي في دوري ابطال افريقيا، هذا الموسم الخروج من مولديه العلمه في ملعب الطيب المهيري بركله الترجيح، تعادل مخيب جديد امام ليوبار، اصبح في مشكل كلما يلعب النادي الرياضي الصفاقسي امام جماهيره. يعني حتى الاداء ضد الزمالك برغم الخساره كان افضل بكثير من الاداء ضد ليوبار برغم التعادل. طبعا نادي الصفاقسي طبعا نادي كبير معروف يعني على مستوى طبعا سواء الدوري المحلي او حتى على مستوى يعني الافريقي، لا ننسى انه ماخذ كاس الكونفدراليه صاحب رقم قياسي اربع مرات صراحه. فلهذا نقول يعني بالنسبه انا نظن المشكله كلها مشكله اداريه، هل يعقل ان من العام من السنه الماضيه انه بعد ما خسر يعني خاصه المباراه اللي كانت مع فيتا كلوب خسر يعني، وحتى ولو كانت تحت قياده فيليب تروسي اللي نعرفه جيدا صراحه واشتغلت معاه كمساعد مدرب. لهذا حس في نفسك ان يقول خرب بالعكس يعني بالعكس بالعكس انا محترم رايه هو رايه لا كنت خرب تجربته سيئه هو لكن هل يعقل من سنه كامله للفريق او اداره الفريق ما تعمل شيء لتصحيح الوضع تاع الفريق حتى ولو راحوا بعض اللاعبين، لكن عندما يمشي ولم يكن هناك استقرار فني لا سيما استقرار فني، استقرار على مستوى اللاعبين، كان في مشاكل إدارية مشاكل حول من هو الرئيس المقول للنادي الصفاقسي، لأن المشكلة دائما احنا دائما الشماعة نتكلم أكثر شيء وهما الجهاز الفني، لكن لا ننسى أن الدور لأن هذه حلقات متواصلة مع بعض، المشكلة الكبيرة دائما أن في نادي وهي الإدارة، إذا كانت هناك إدارة بعقلية احترافية يعني هل يعقل أن في ظرف مثل هذا لا سيما على مستوى اللاعبين مو عارفين النقائص اللي موجوده على الفريق يعني من سنه مو قادرين يعني يوجدوا الحل، ولهذا انا نقول يعني النتائج مخيبه، واحسن دليل الشيء اللي كنت تتكلم فيه يعني بدون من نقص يعني من امكانيات مولوديه العلمه او حتى بالنسبه للفريق فيتا كلوب يعني وكذا. فانا نظن ان المشكله بالنسبه لي اكثر شيء هي اداريه قبل ما تكون فنيه.
طيب ننهي الحديث اذا عن الكونفدراليه بالحديث عن كل المباريات تقريبا عن مجموعتين الاولى والثانيه، والختام سيكون مع تقرير ياسين بالمنور الذي رصد لنا في هذا التقرير افضل هدف، افضل مدرب، افضل حارس وافضل لاعب لهذا الاسبوع في كاس الكونفدراليه. نتابع الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإفريقي، عرفت هي الأخرى بروز أسماء عديدة، أسماء حلقت في سماء القارة فصنعت الحدث وحققت الأمل. حسام غالي لاعب الأهلي المصري، وبفضل خبرته التي اكتسبها من مختلف ملاعب العالم كان بمثابة طوق النجاة للقلعة الحمراء. غالي طوق كل مساحات الملعب وحاول في الكثير من المرات أن يبني هجمات الأهلي من الخلف، ونال أعلى العلامات بفضل مساهمته في سيطرة الأهلي على المباراة. حارس النجم الساحلي أيمن المثلوثي تحمل ضغط المباراة بعد طرد دييغو أكوستا ونجح في نقلها لبر الأمان. البلبولي كان بمثابة السد العالي الذي أغلق كل المنافذ والممرات أمام هيجان باب السويقة وتصدى لكل الحملات القادمة من العاصمة. المثلوثي استحق أن يكون حارس الجولة بامتياز بعدما حافظ على تقدم بطل الاتحاد الإفريقي لثلاث مرات. مدرب الزمالك جيسوالدو فيريرا نجح في منح فريقه أول فوز له على أراضي جنوب إفريقيا. المدرب البرتغالي أغلق مساحات اللعب ومعها منطقة الجزاء وحسن أداء فريقه الدفاعي ووظف كل أوراقه الهجومية. فيريرا وبعد تأخر الزمالك في النتيجة دفع بمصطفى فتحي للجهة اليمنى وحول حفني لليسرى، فتغير لاعب القلعة البيضاء ومعه عدلت الكفة وأضيف هدف السبق. فيريرا أثبت في جنوب إفريقيا أن اقتراب الزمالك من درع دوري مصر ليس محل صدفة بل نتاج عمل على كل المستويات. هدف الزمالك كان هو الأفضل في هذا الأسبوع من كأس الكونفدرالية. أسماء تألقت مثل غالي البلبولي وخاصة المدرب البرتغالي لنادي الزمالك فيريرا. بها ننهي الحديث عن كأس الكونفدرالية، بعد لحظات سننطلق في الحديث عن مسابقة أخرى أهم من حيث القيمة، دوري أبطال إفريقيا، الأندية الجزائرية السودانية والنادي المصري والمغربي كذلك في هذا الأسبوع كيف كانت نتائجهم. كل ذلك سيكون حاضر بعد لحظات فلا تذهبوا بعيداً.